جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وطنية الانتماء، عربية الأداء، عالمية الإطار، وهي فرصة استثنائية لتحفيز الابتكار الزراعي. هذا ما أكده معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، خلال الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها 13. جائزة ليس فقط أنها تحظى بالتقدير واحترام الجميع ومصداقية من الجميع، إنما قامت بأنشطة كثير ليس فقط في مجال زراعة النخيل والإنتاج، إنما في شتى مجالات الزراعة، في البحث العلمي، في أيضا نشر الأبحاث العلمية، في تشجيع على تطوير الزراعة بكل إنتاجه والنخلة بشكل خاص، وأيضا خرجنا من خارج الإمارات المشاركة جميع الدول التي تهتم بزراعة النخيل ولها أيضا نشاط في هذه الزراعة، من أفريقيا إلى آسيا إلى أوروبا وإلى أمريكا. من جهته أشاد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في كلمته بجهود دولة الإمارات في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الدولي. وقد تضمن الحفل الافتراضي عرض أوبريت صواري منصور للتركيز على جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكيف انطلقت سفينة الخير والعطاء من الإمارات إلى الدول العربية الشقيقة. ثم شاءت سفن منصور أن تعود إلى أبوظبي لترد الجميل وتشكر سموه على ما حققه مهرجان التمور العربية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك عددا من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير القطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم، كما كرم معاليه افتراضيا الفائزين بالجائزة بدورتيها 12/2020 و13/2021. وقد قام معاليه بتكريم الفائزين بالجائزة المحلية بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها 3/2020 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة. كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ومعالي الدكتور شو دونيو التوقيع على 4 مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الجائزة والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية. الارتقاء بالواقع الزراعي لنخيل التمر وفق أحدث الممارسات الدولية والابتكارات الزراعية هدف تسعى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتحقيقه. لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الرئيسي، أبوظبي.